السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدة أخبار هامة بهذا الفيديو. قبل ما نبدأ لا تنسوا وضع إعجاب على الفيديو. خلينا نفوت بتفاصيل الخبر الأول. الرئيس أردوغان يصدر عفوا بحق هؤلاء الأشخاص. قام الرئيس أردوغان بالعفو والتراجع عن ملفات وقضايا لأشخاص قاموا بالإساءة إليه، وأخبر المحاميين الخاصين فيه أنه يتراجعوا عن القضايا اللي مرفوعة ضدهم، والسبب يعود لرأفة الرئيس أردوغان بحالهم بسبب الزلزال اللي حصل. الموضوع الثاني، تحذير عاجل وهام جدا من منظمة آفات في تركيا. نشرت منظمة آفات على صفحتها الرسمية تحذير عاجل وهام، تقول من خلاله أن الهزات الارتدادية لم تتوقف منذ وقوع الزلزال الكبير في قهرمان مرعش، والرجاء من الجميع عدم الدخول إلى المباني المتضررة. إخواني لا سمح الله ممكن الأشخاص يفوتوا على المباني المتضررة، تجي هزة ارتدادية يوقع البناء. انتبهوا من هذا الموضوع، هذا تحذير رسمي من منظمة آفات. الموضوع الثالث، بشرى سارة بما يخص موضوع كرت الهلال الأحمر في تركيا. جماعة الهلال إخواني بعد ما كتبوا بالتعليقات بالفيديوهات السابقة عن موضوع زيادة الهلال الأحمر في تركيا، ففعليا هناك زيادة حصلت بهذا الشهر على كروتة الهلال الأحمر، وفي كتير ناس حصلت على هي الزيادة. طبعا اكتبوا لنا هل انتو حصلتوا عليها ايضا او لا. اخواني الكرام، تنويه جدا هام، اي شخص بيواجه مشكلة بما يخص موضوع كرت الهلال الأحمر بامكانه يتصل على الرقم 168 ويشرح لهم عن المشكلة اللي صايرة معه، لانه في زيادة فعليا اخواني حصلوا عليها كتير من الاشخاص. وبالمناسبة يا اخوان، هناك ميزة رائعة جدا عبر الإيداولات بامكانكم تعرفوا فعليا اذا نزل معاش الهلال تبعكم او لا، وانتم قديش صرتوا مستلمين من الهلال. هذا كله فيكم تتحققوا منه عبر الإيداولات بالفيديو اللي رح خلي لكم اياه بوصف هذا الفيديو. الموضوع الاخير، هل تستطيع التحقق من موضوع الجنسيه التركيه عبر الإيداولات؟ كثير ناس سالتني حول هذا الموضوع. اخواني الكرام، الاجابه هي لا، لا يستطيع الشخص التحقق اذا كان اسمه مرشح او لا عبر الإيداولات. حبيت جاوب على هذا السؤال اللي في كتير ناس عم تسأل عنه. إن شاء الله رح أوفيكم بجميع التفاصيل. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.